الصوت اسمع داخل السباك على طول شلته وهربت. لا تمخشيني لا تمخشيني، ابغى ادفش بس كذا بالراحه. روحي يو ما حصلت بس صغيره تشوفونه، لو دخل يدي عند ذي بتقطعني. السلام عليكم ومساء الخير. طبعا زي ما تشوفون دالحين المغرب، ولكن طول اليوم قاعد اسمع صوت بس صغيره. فين بالضبط ما ادري، صوته هنا عند الزبالة. اجلس اجلس. انا اسمع صوتها في هذا المكان، بس فين بالضبط ما ادري، فوق ولا تحت ولا. اعذروني على المنظر وعلى الاوساخ اللي هنا، ولكن هذا كله بسبب البساس. المهم الصوت اسمع داخل الزبالة، اسمع الصوت داخل الزبالة وما ادري ايش الوضع. وهذا جالسين يطرد البساس، والبساس نثر الزبايل وما ادري ايش السالفة. فانا بضطر اطلع الاغراض هذه، بلبس قفازات واشوف يمكن الاقي البسة. طبعا شوفوا بعد ما طلعت الاغراض حصلت بسة صغيرة تشوفونها، هذه هي بس شكلها طاحت هنا وما عرفت تطلع لان قدي كبيرة شوي. ودالحين اقامت الصلاة، خلوني اطلعها على السريع عشان راح نصلي. الله اعلم فين امها هذه. طبعا البسة مرة معصبة ومرة خايفة وما ادري كيف امسكها الحين، بس لازم اطلعها. واتوقع ان امها واحدة من هذول السود، لان في واحدة سوداء كانت جالسة هنا طول اليوم. وشوفوا اي زباير منثرة اي اوساخ كلها بسبب هذا، كلها بسبب هذا المشاغب. المهم خلوني احاول اطلع هذه، شوفوا كيف اذا لمستها باي شيء كيف تعصب. شوفوا كيف بحاول ادقها بكره. شوفوا لو دخل يدي عند هذي بتقطعني. بدي اشوف طريقة عشان امسكها. طبعا ما لقيت طريقة عشان امسكها بدون ما تأذيني، فبحاول اطيح سطل كده عشان تهرب. يلا روح بس امشي بس بس. يلا باقي تتأمل اطلعي. مسكينة شكلها قد طولت. لا تمخشيني لا تمخشيني، ابغى ادفش بس كذا بالراحة. لازم اشوف لها حل. شو مخشة تحت هذا؟ نحطها هنا عشان تجي امها تاخذها بعدين. يلا روحي روحي. يو فين امها؟ انت امها؟ طلعت هذه امها. ها انت في الاولاد تشوفك هنا من الفراغ. اوكي شوفوا كيف على طول شلته وهربت. يلا مع السلامة. تشوفون فين راحت؟ هذاك مكانهم. طبعا اتوقع معها ثلاثة، عاد اللي قالوا لي انهم شافوها مع الاولاد الصغار شافوا معها ثلاثة، وشكل هذا طاح في الزبالة وضيعته. المهم اسرع عملية انقاذ، والحين خلونا ندخل.